كل واحد يقول كرهنا ملينا ما على باليش. اللي قاعد كره، واللي واقف كره، واللي يخدم كره، واللي متقاعد كره، واللي في السبيطار كره، واللي بصحته كره. علاه الناس كامل كره؟ لاننا فقدنا المهمه اللي خلقنا ربي من اجلها. ما علاش نمشيو في الطريق الميحه. درنا هم هذاك ربي الهم، قالنا انا نكفيكم، احنا لنا قلنا له خلينا احنا نضبوا رسالنا بالرزق. اتعبنا هذا مكان. وهذا الشيء هذا اللي خلى الان اولادنا اليوم ما يحكموش الطريق المليحه. لماذا؟ لانه كي كبروا لقاونا احنا ينخموا غير في الماكله. كي كبر ملي كان صغير اكبر وليدي تخدم اك شوف باش ما تخرجش انت كيما هذاك تاع الكاميو تاع القمامه، شوف اقرا باش تواسي كذا، اقرا باش دير بوست شباب، دير تاويل، دير كذا. احنا ربينا هديه بيلهف. احنا ربينا ملي كان صغير هو يلهف. نوضوا روح دير امتحانات، بصح نوضوا نقول له روح او اذن، لا نقول له اسهر واقرا وجبد باش تجيب، بصح ما نقولوش اعبد الله باش تلقى الجنه يوم القيامه. ما كاش اللي يقولها لولاده هذه. علاه ما رحتش تقرا؟ قولها له. علاه ما صليتش؟ ما نقولها لوش. كي ما درناش هذا الشيء هذايا ما قدرناش نخرجوا جيل مسكر. اما الحياه هذه اللي رانا عايشينها احنا، المستقبل اللي نحكوا عليه لاولادنا وجعلناه غول لاولادنا، هذا مفروغ منه. هذا ما تفكرش فيه، عمرك ما تفكر فيه. هذاك اخدم برك، روح تخدم الصباح ولي، روح تقرا ولي، هذا ما كان. عمرك ما تدير الدنيا هم. الى درت الدنيا هم اعلم ان راه يمشي معك واحد اسمه ابليس. لانه الشيطان واش قال عليه ربي؟ الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. الشيطان يسودها لك دائما في وجهك. ما عندكش يقول لك لازم يولي عندك، والا طيح بيك والدنيا لا طاحت بيك، ما يعرفك حتى واحد. والدنيا تسوى دراهم، عندك تسوى، ما عندكش ما تسواش. هذه قائمة املاءات ابليس. والدراهم يديروا الطريق في البحر، والدنيا كذا، والمستقبل، ولازم قد ما يكون عندك قليل. هذه الكلمات هذه كامله ماهيش تاع ربي. ربي سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. إذا الرزق والأجل قارنان، إذا انتهى أحدهما ينتهي الآخر. كاش واحد يخلص الرزق تاعه ويبقى عايش؟ ما كاش. كاش واحد يجي الأجل تاعه ويبقى الرزق تاعه؟ ما كاش. غير أنت تموت الدار والسيارة كل شيء يولي تاع الناس الاخرين. احيانا حتى المراه تولي تاع واحد اخر. تولي انت لا تملك شيئا. الرزق نتاعك راح عند واحد اخرين.